الجعدان في هذه اللحظات في هذا اليوم، اليوم الأول الذي يعلن انطلاق سن الحجايج بداية الجيل الجديد. الشداد الذهبي يعلن انطلاقه في هذه اللحظات بمشاركة متميزة لأسماء عديدة وشعارات تميزت بالمنافسة في هذه الرياضة العربية الأصيلة. على بركة الله، إذا نبدأ مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذا المسار، من خلال هذا التحدي، من خلال هذا الانطلاق، لنتعرف على البدايات، نتعرف على الانطلاقات، نتعرف على مسار هذه اللحظات وما تحمله هذه البداية الأولى من منافسة ومن انطلاق ومن تواصل في هذا الشوط الذي يحدد العديد من المشاركين والعديد من المنافسين. إذن على بركة الله نبدأ بالإبحار من خلال هذا المسار. نتمنى من الأخوة أيضا إعطاء الفرصة لعربة النقل للتواصل بالانتقال المباشر في هذه اللحظات إلى المقدمة لنتعرف على الأسماء التي تبحر في بداية هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الله، انطلاقة إذا بدأت مع هذه اللحظات ومسار يحمل الجديد الأول في هذه اللحظات. هناك على مقدمة هذا الشوط من خلال ما أتابع في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار الأول وفي هذه الانطلاقة الأولى، أتابع مزيدا من الانطلاقات التي تبدأ في هذه اللحظة لأتعرف على المسار وأتعرف على المشاركين. إذن هنا الانطلاقة وهنا البداية التي تبحر بأول اندفاع وأول مسار يحمل البداية الأولى مقدمة هذا الشوط. نشوف المقدمة، نشوف الصدارة، نشوف المركز الأول. أرجو من الأخوة أصحاب السيارات افساح المجال أيضا لإعطانا الفرصة للانتقال إلى المقدمة. هناك على مقدمة هذا الشوط البداية الأولى التي تحمل هذه الانطلاقة وتحمل هذا الاندفاع الأول. هنا على المقدمة والراقي، الراقي ليأتي على مقدمة هذا الشوط، وهناك مزعج عابر بن خلفان الهاملي هو الذي أعلن البداية الأولى والمسار الأول مع هذه الانطلاقة. هم للمركز الثاني، خطاف على المركز الثاني، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على المركز الثاني، والمركز الثالث يعود سراب عبيد بن غدي الوهيبي على المركز الثالث. وفي رابع المراكز هناك حشيم علي بن سالم بو داود الدرعي على المركز الرابع. وفي خامس المراكز، خامس المراكز هناك الدخول القادم من مهدي للسيد سيف بن مسفر العميمي اللي على المركز الخامس. وفي سادس المراكز هنا الباسل علي بن سالم بسريد المري اللي على المركز السابع. وفي سابع المركز الثامن هو شاهين راشد بن علي بن خليفة الرميثي، بينما المركز التاسع. انتقل لتاسع المراكز من خلال هذا المسار الذي بدأ من خلال هذه الانطلاقة. ما شاء الله تبارك الله، اختلط الكل مع الكل في انطلاقة هذا الشوط. خطاف خاطف المقدمة، خاطف الصدارة، خاطف المركز الأول، نجم هذا الموسم محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. ولكن أرى هنا هجوم بدأ من حشيم علي بن سالم بو داود الدرعي اللي على المركز الأول والانطلاقة الأولى. وين الشداد؟ الشداد لمن؟ لمن يذهب الشداد في هذه الانطلاقة؟ المركز الثالث سراب عبيد بن غدير الوهيبي اللي على المركز الثالث. وفي رابع المراكز ماي هاب سعيد محمد بن معتوق العامري. يا الله 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 الله، المقدمة والصدارة. وهناك حشيم، حشيم على المقدمة وعلى المركز الأول. سلام يا القوع، سلام سلام وتحية لأهالي الجنوب.
ما شاء الله وتبارك الله. حشيم مع الشداد الذهبي، الذهبي حشيم وعلي بن سالم وداود الدرعي هناك في المركز الاول وفي اول تحدي في هذا المساء الجميل. تهانينا والناموس على هذا الاداء. المركز الثاني سعيد محمد بن زيتون بن معتوق العامري، والمركز الثالث يذهب الى الباسل علي بن سالم السريد الدعي المري، والمركز الرابع هناك سرابع بيد بن غدير الوهيبي، وفي المركز الخامس محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. هذه المراكز الاولى والانطلاقات الاولى والمسار. تهانينا والناموس لسيد علي بن سالم بو داود الدرعي على هذا الفوز وهذا الانتصار وانتصار الشداد. يتواصل زميلي مع هذه الانطلاقة زميل سعد بن متلع العتيبي بمساري هذا الشو. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدون الأعزاء، نحييكم بأجل